بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى بالتعاون مع اللجنة الثقافية بالكلية المتوسطة لإعداد المعلمين بالرياض أن يقدموا هذه الأشرطة التي تحتوي على دروس في القضاء والقدر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، والتي ألقاها في قاعة محاضرات الكلية ضمن برنامجها الثقافي لهذا العام 1441 من الهجرة. وقد تناول فضيلته في هذه الدروس كثيراً من الأمور حول هذا الموضوع، ومنها أهمية القضاء والقدر في حياة الإنسان، تعلق القدر بالحياة العملية، حكم الخوض في القضاء والقدر، المنهج الصحيح لدراسة القضاء والقدر، معنى القضاء والقدر في اللغة والإصطلاح، مراتب القدر وأدلتها، الفرق بين القضاء والقدر، نماذج من أقوال السلف في القدر، علاقة القدر بالإنسان، عقائد الناس في القضاء والقدر، أسباب الانحراف في القضاء والقدر، هل أفعال الله معللة؟ هل الإرادة تستلزم المحبة والرضا؟ هل في أفعال الله ظلم؟ هل الإنسان مخير أو مسير؟ ما الرد على من يحتج على معاصيه بالقدر؟ ما ثمرات الإيمان بالقدر؟ نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع الشريط الثاني. النوع الثاني، هناك شيء يقع على الإنسان، يقع على الإنسان بمعنى أنه مرض يأتي الإنسان فيمرض، إنسان يأتي من الخارج فيصدمه في حادث أو نحو ذلك. هذه الأمور التي تقع على الإنسان أيضا لأنه لا إرادة له فيها، نجد أن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب العبد عليه. إذن ما يقع في الإنسان وما يقع على الإنسان لا يحاسب الله العبد عليه. لكن نبقى في الأمر الثالث، وهو ما يقع من الإنسان، أي ما يقع بإرادة الإنسان. فهذا الذي يقع من الإنسان بإرادته، نظرا لأن الإرادة تتحقق فيه بالنسبة للإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبه عليه. إن عمل خيرا جزي خيرا، إن عمل شرا جزي شرا. ومن هنا ننتقل إلى النقطة الثالثة، وهي أن الله سبحانه وتعالى لما كلف الإنسان وحاسبه على أفعاله أعطاه ما يمكن أن يعمل به. وهذه الأمور التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان هي ثلاثة أشياء. الشيء الأول القدرة والاستطاعة، يعني لو كان الإنسان غير قادر لم يكلف، لكن نظرا لأنه قادر على أن يفعل هذا وهذا وهذا، إذن ترتبط مسألة التكليف بقدرة الإنسان. الأمر الثاني هو الاختيار، فلو كان الإنسان ملجأ لاختيار له، يعني مكرها، لا يحاسب، لكن يحاسب على أمر هو يختاره. إن شاء أن يذهب إلى الطاعة ذهب، وإن شاء أن يذهب إلى المعصية ذهب، فهو مختار. واختيار محسوس وواقع من الإنسان. الأمر الثالث هو أن القدرة
والاختيار لا يتم بهما الفعل لوحدهما ما لم يسبقهما علم، ما لم يسبقهما علم. ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان إرادة وأعطاه قدرة بها يعمل وما تركه، وإنما علمه بأن أوحى إليه وأنزل إليه الكتب وأرسل الرسل وبين له الطريق الصحيح الذي يسلكه. فما دامت توفرت هذه الأمور الثلاثة التي هي العلم بما أوجب الله عليه، ثم له إرادة يختار بها، ثم له قدرة يستطيع أن يوقع بها الفعل، إذن كان هذا الإنسان، هذا الإنسان فاعل بإرادته وفعله ينسب إليه. هنا يرد سؤال، وهو إذن ما علاقة أن نقول إن الله هو الذي قدر المقادير وهو خالق أفعال العباد مع أننا نقول إن العبد يفعل بإرادته ويفعل بقدرته؟ نقول ليس بينهما تعارض، وإنما الأمر على الشكل التالي: إرادة الله ومشيئته النافذة هي الإرادة الشاملة، وإرادة المخلوق إنما هي خاضعة وتابعة لإرادة الله تعالى، ولكن المخلوق لا يعلم مراد الله إلا بعد فعله، لا يعلم مراد الله القدري، مشيئة الله القدرية إلا بعد فعله. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان إرادة ومشيئة يفعل بها هذا ويفعل بها هذا، ولكن هذا الإنسان هو محدود أيضا، فهو بإرادته هنا أو بإرادته هنا لا يخرج عن مشيئة الله النافذة، لا يخرج عن مشيئة الله النافذة. وهذا واضح جدا حتى في الأمثلة البسيطة التي يمكن أن يمثل بها، أن يمثل بها الإنسان. لما تكون مثلا الشمس تتحرك وتجري مثلا، ومعها أشياء تجري معها، فهي بحركتها مع ما معها من نجم هي نفسها خاضعة لمجرة أعلى منها، فحركتها من ضمن حركة المجرات التي أكبر منها. وهكذا الإنسان، الإنسان يتحرك بإرادته، لكن هو وحركته وإرادته خاضعة لإرادة الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر مهم جدا حتى لا نوجد التناقض والتعارض بين هذا وذاك. فالإنسان لا يعلم في لحظته الحاضرة ماذا في غيب الله، وفي هذه الحالة فهو حر مختار، لكنه نظرا لعلم الله المحيط بكل شيء هو لا يخرج عن قدر الله تعالى. ومثلها القضية الثانية، وهي قضية أيضا الفعل. فالعبد فاعل لفعله حقيقة، وإن كان العبد وفعله مخلوقين لله سبحانه وتعالى. ومن هنا يظهر خطأ المعتزلة الذين قالوا لا، لو قلنا إن الله خالق لنسبنا إلى الله سبحانه وتعالى المعاصي، فإذا فعل الإنسان وشرب الخمر أو زنى مثلا، إذا قلنا الله خالق أفعال العباد نقول يعني يجوز أن ننسب إن الله هو الذي فعل هذا الأمر، وهذا مما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. وهذا خطأ في الفهم. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن هذا الفعل الذي يقع بواسطة الإنسان ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا غير وارد. الله سبحانه وتعالى خلق القمر وحركة القمر، فهل إذا جرى القمر نقول هذا الجري الله هو الذي جرى؟ إذا تحركت الشمس نقول الله هو الذي تحرك؟ وإنما نقول الشمس هي التي تحركت، فالحركة تنسب إلى من؟ إلى الشمس.
والشمس وحركتها مخلوقان لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا العبد ليس فقط في المعاصي بل بالصلاة، إذا صلى الإنسان هل نقول الله هو الذي صلى لأن الله خالق أفعال العباد؟ لا يجوز أن ننسب إلى الله هذا، وإنما نقول العبد هو الذي صلى، والعبد وفعله مخلوقان لله تبارك وتعالى. ومن هنا يظهر خطأ كل من الجبرية وخطأ كل من والمعتزلة، لأن الجبرية أرادوا أن يمحوا قدرة الإنسان، والمعتزلة خافوا أن ينسب الفعل إلى الله سبحانه وتعالى فنسبوه إلى العبد استقلالا، وهذا خطأ. أهل السنة والجماعة جمعوا بينهما بهذا التفصيل الواضح، أن العبد يفعل فعله حقيقة وينسب إليه فعله، فيقال هو الذي صلى، هو الذي زكى، هو الذي فعل، هو الذي قال، هو الذي كذا، ينسب إليه فعله حقيقة. وإن كان هذا الإنسان وفعله مخلوقين لله سبحانه وتعالى. وهنا يزول الإشكال في هذا الباب. فأهل السنة والجماعة أثبتوا القدر لله، لكن أيضا يقولون إن الإنسان إنما يفعل فعله وما يترتب على فعله إنما هو بإرادته وقدرته، ومن ثم فإنه يحاسب على ذلك. هذه هي آخر مسألة نبين فيها مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب الذي هو باب القضاء والقدر. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الانحراف والضلال الذي وقع في هذه الأمة في باب القضاء والقدر. لأن الأمور أحيانا تتبين بضدها، وحينما نشاهد انحراف بعض الطوائف في باب القضاء والقدر يتبين لنا سلامة مسلك ومنهج أهل السنة والجماعة. ولا نطيل في الحديث عن الفرق ونحوها، ولكن نذكر الفرقتين المتقابلتين المشهورتين في تاريخ الفرق الإسلامية في باب القضاء والقدر، ألا وهما فرقة الجبرية وفرقة القدرية. فأما الجبرية فإن الجبرية هم الذين يقولون إن العبد مجبور، وأول من نسب إليه هذا القول هو إمامهم، إمام الجبرية الجهم بن صفوان، وقد أضاف إلى ضلاله في القدر ضلالات أخرى. فقال الجهم بن صفوان إن الإنسان مجبور على أفعاله، وإن حركته في أفعاله مثل حركة الشجر حينما تحركه الرياح، لا إرادة للإنسان ولا قدرة، وهذا طبعا عين الجبر المحض. الفرقة المقابلة لهؤلاء هي فرقة القدرية، والقدرية فرقتان غالية وغير غالية. أما الفرقة الغالية التي وقعت في الغلو فهي التي أنكرت المراتب الأربع كلها، وأول ما أنكرته من المراتب أنكرت العلم، وقالت أصلا الله لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها. وهذه الفرقة هي التي أوردها الإمام مسلم في صحيحه لما ذكر قصة حديث جبريل المشهور، فإن الرجل الذي أتى إلى عبد الله بن عمر قال له إن قد تركنا قبلنا في البصرة أناس يقولون لا قدر، ويقولون إن الأمر أنف، يعني إن الأمر مستأنف لم يسبق لله فيه علم. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن أحد حتى يعلم أن ما أصاب لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه.
وهذه الطائفة كفرها الصحابة، ومن هنا انقرض مذهبها بسرعة. فخلفها طائفة أخرى أرادت أن تتوسط قليلا في هذا الباب اللي هو باب المراتب، وهي طائفة المعتزلة. فالمعتزلة أقروا بمرتبة العلم، علم الله الأزلي السابق، وأقروا بمرتبة كتابة الله ذلك. أما المرتبتين الأخريين وهي المشيئة والخلق فلم يقروا بهما بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وإنما جعلوهما للمخلوق، فقالوا المخلوق له مشيئة مستقلة، وإذا شاء الله أمرا وشاء المخلوق أمرا الذي يقع هو مشيئة المخلوق، وقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعله. وهذا التقابل بين الطائفتين، بين طائفة الجبرية وطائفة المعتزلة، يتضح من خلاله أن منهج أهل السنة والجماعة هو وسط في هذا وهذا، وسط بين هذا وهذا. لأن أولئك الجبرية خالفوا بدائع العقول، لأن الإنسان يحس ويشعر من نفسه أنه يفعل وأنه مختار. وأولئك الذين قالوا إن الإنسان مستقل، أصحاب حرية الإرادة وهم المعتزلة، خالفوا النصوص القاطعة الدالة على كمال ربوبية الله تعالى وكمال صفاته، وأنه تبارك وتعالى علام الغيوب، وأنه تبارك وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء. ومن هنا فإن هؤلاء صاروا في جانب، وأولئك ساروا في الطرف المقابل، وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة إلى المنهج الحق والوسط في هذا الباب. هذا الضلال الذي وقع فيه هؤلاء وهؤلاء هو الذي يجب أن نتبين من خلاله المنهج الصحيح لأهل السنة والجماعة. لأن بعض الناس أحياناً يظن أن الميل إلى مذهب الجبرية بأن الإنسان مجبور وأن كل شيء بقدر الله ونسلم الأمر إلى آخره يؤدي بالإنسان إلى العجز والكسل، وإلى أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ما هو مبرأ منه تبارك وتعالى. وأيضا بالمقابل فإن مذهب أولئك المعتزلة الذين يقولون الإنسان حر ومختار يقعون في طعن في ربوبية الله تبارك وتعالى وكمال صفاته، ومنها صفة المشيئة وصفة القدرة والخلق. وحينما نتحدث عن ضلال هؤلاء وهؤلاء ونبين منهج أهل السنة والجماعة وهو المنهج الوسط في ذلك، فلا بد أن أشير إلى بعض القضايا التي نشأ عنها هذا الخلاف الواقع في باب القضايا والقدر. وهذه القضايا تبين كيف أن الانحراف في باب القضاء والقدر ليس انحرافا فيه في حد ذاته، وإنما هو انحراف لأسباب أخرى. ومن هذه المسائل التي وقع فيها الخلاف بينهم مسألة هل إن الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات وكلف العباد لحكمة أو لا لحكمة، يعني هل أفعال الله معللة أو غير معللة؟ هنا جاء الفريقان على طرفي نقيض. المعتزلة جاءوا وقالوا هي معللة بالحكمة، لكن هذه الحكمة ترجع إلى المخلوق نفسه، فأرجعوها إلى المخلوق. وأدى بإرجاعهم هذه المسألة إلى المخلوق أن حاسبوا الله تبارك وتعالى لأنه ما فعل إلا لمصلحة المخلوق. هنا أدى بهم هذا الأمر إلى أنه يجب على الله أن يفعل ما في مصلحة المخلوق. ومن ثم قالوا إذا كان الله قدر الأمر ثم بعد ذلك يأمر العبد بشيء وهو لا يقع قدرا، هذا ظلم من الله سبحانه وتعالى،
يخالف الحكمة. طيب ما هو الحل؟ قال والحل أن نجعل الإنسان مستقلا بإرادته، مستقلا بفعله. فأرادوا أن يداووا هذه المشكلة بمشكلة أخرى، داووا المشكلة بإثبات حرية الإنسان بمشكلة أخرى، وهي تنقص الرب تبارك وتعالى عن كماله. قابلهم الجبرية ومنهم الأشاعرة ونحوهم، قالوا أبدا، أفعال الله لا تعلم، وإنما الأمر يرجع لمحض المشيئة. فنفوا أن الله سبحانه وتعالى يخلق لحكمة ويفعل لحكمة وكلف العباد لحكمة. ومن هنا فإن هؤلاء الذين نفوا تعليل الله في أفعاله قالوا إن الله يجوز أن يفعل أي شيء، حتى إنهم قالوا إن الله لو عذب المؤمنين ونعم الكافرين كان هذا طبيعي وجيد وطيب. وطبعا هذا مخالف لبدائه العقول، بل مخالف للنصوص. والله تبارك وتعالى، وهو مذهب أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله حكما في فعله، وإذا أثبتنا لله الحكمة في فعله عرفنا شيئا من حكمة الله في باب القضاء والقدر، وإلا فسيسأل الإنسان أسئلة لا نهاية لها. لماذا أوجد الله الشر؟ لماذا أوجد الله الكفر؟ لماذا جعل الله الناس على هذه الحالة؟ لماذا كان الناس منقسمين قسمين؟ هذه أسئلة. فإذا أثبتنا أن لله سبحانه وتعالى فيها حكما عظيمة عظيمة لا يعلم مداها ولا يستقصي أثرها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، نؤمن بأن لله حكما فيما يفعل ويشاء ويقدر سبحانه وتعالى. حتى إبليس الذي خلقه الله والذي هو مادة شر فساد هذا العالم وسبب ضلالهم، هذا الإبليس خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده لحكمة. ولو أردنا أن نمثل في الحكم التي يمكن نحن أن نلمسها من خلق إبليس الذي هو مادة الفساد والضلال في هذا العالم لوجدنا أشياء كثيرة. ومن ذلك ظهور أسماء الله ظهور أسماء الله تعالى القهرية، في أنه الجبار المنتقم، حينما يكفر الكافر فينتقم الله منه. ظهور أسماء الله في المغفرة والرحمة، حينما يغوي الشيطان الإنسان فيقع في الذنب فيستغفر الله ويتوب إليه. ظهور حكم وحكم لله عظيمة أرادها تبارك وتعالى لأنه تبارك وتعالى يفعل الحكمة. فأما نفي الحكمة عن الله سبحانه وتعالى أو القول بأن الحكمة لا فقط الغرض هو مصلحة المخلوق ذاته يؤدي بالانحراف. ومن ثم ظل المعتزلة في هذا الباب وظلوا في باب القدر، وظل الجبرية في هذا الباب كما ظلوا في باب أيضا القدر. ومن المسائل أيضا التي اختلفوا فيها، وهي مسألة مهمة جدا وأدت إلى ضلالهم في باب القدر، هي مسألة هل الإرادة تستلزم الرضا والمحبة أم لا. هؤلاء وجدوا نصوص يعني توهموا أن فيها شيء من التعارض، وجدوا أن الله سبحانه وتعالى يقول فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ووجدوا أن الله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهنا أثبت لله إرادة، وهنا أثبت أن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. فهؤلاء اختلط الأمر عليهم فظنوا أن كل ما أراده الله وقدره فهو يحبه، وهذه مقالة كل من الجبرية والمعتزلة، كل منهم يقول بهذه المقالة، كل ما أراده الله وقدره إذن يجب أن يكون يحبه. فلما قالوا بهذه المقالة وأجمعوا عليها اختلفوا هنا، اختلفوا هنا كيف يحلون المشكلة. لأن الله سبحانه وتعالى إذا كانت إرادته تستلزم المحبة والرضا، إذا معنى ذلك أنه المعاصي وغيرها كلها مقدرة، إذن يرضاها الله سبحانه وتعالى.
فجاء المعتزلة وقالوا نخرج من المشكلة بأننا نخرج أشياء من القدر عن قدر الله تعالى، فنقول إن الله لم يقدر، يعني لم يرد الشر والمعاصي والفسق وأخرجوها عن قدر الله. لماذا؟ لأن الإرادة عندهم تستلزم المحبة، فحتى ينفوا عن الله أن الله يحب المعاصي قالوا إذن الله يحب المعاصي ولا يريدها ولا يقدرها، فخرجوا من المشكلة بأن نفوا عن الله جانبا من القدر. جاء الجبرية بالمقابل وقالوا لا، ثبت لدينا بالنصوص أن قدر الله شامل، إذن ما الحل؟ نقول قدر الله شامل، والله سبحانه وتعالى يريد ويحب كل ما يجري في هذا الكون وإن كان كفر وسسوق ومعاصي. لماذا؟ قالوا أفعال الله لا تعلل. لماذا؟ قالوا الحسن والقبح شرعيا. انتبهت للمسألة؟ لماذا؟ لأنهم ظنوا أن الأمور الشرعية هي والأمور القدرية سواء، فألزموا بأن كل ما أراده الله وقدره فالله يحبه. هذا رأي كل من المعتزلة والجبرية. فلما نظروا أن الأمر فيه مشكلة، المعتزلة خرجوا من الأمر بأن أخرجوا أشياء وهي الأمور التي لا يحبها الله، فنفوا عن الله إرادتها وتقديرها. الجبرية قالوا لا، نثبت إرادتها وتقديرها ونقول هو يحبها، فوقعوا في خطأ شديد بأن قالوا إن الله يحب الفسوق والمعاصي. أهل السنة والجماعة خرجوا مخرج لطيف جدا جدا وسهل. ما هو؟ قال أهل السنة والجماعة هناك فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فالإرادة الكونية لا تستلزم الرضا والمحبة، ليست متلازمة، لأن الله تعالى يريد كونا أمور قد لا يحبها شرعا ودينا، لكنه أرادها لحكمة. واضح المسألة ولا ما يواضح؟ وهناك إرادة لا، هي إرادة دينية مستلزمة للرضا والمحبة. فقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه هي الإرادة الشرعية الدينية. أراد الله منا الطاعات ولم يريد منا المعاصي. وقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيق، هذه الإرادة الكونية المرادفة للمشيئة. إذن هناك إرادة كونية شاملة لكل ما يجري سواء كان طاعات أو معاصي، شاملة. وهذه الإرادة لا يلزم أن تكون موافقة للشرع، بل أراد الله أن يقع هذا الشيء. ومن ثم فإننا نعلم أن من إرادة الله تبارك وتعالى أن يوجد الناس أشقياء وسعداء، ولو أراد الله أن يكونوا مؤمنين لكانوا مؤمنين جميعا. واضح يا مشايخ؟ أما النوع الثاني فهو الإرادة المرتبطة بالشرع الملازمة للمحبة والرضا، فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نفعل كل ما هو معروف وأن نجتنب كل ما هو منكر. فقضية الربط بينهما هي التي أوقعت كل من المعتزلة والجبرية في هذه المشكلة، وقالوا تضاربت النصوص وتعارضت فخلطوا بينهما، فكل منهم خرج بخطأ جسيم. المعتزلة قالوا نخرج بأن ننفي شيء من القدر عن الله علشان نحل المشكلة. الجبرية خرجوا من المشكلة بأن قالوا الله يحب المعاصي لأنه قدرها. ولو فرقوا بين الأمرين لسهل الأمر. فهناك إرادة كونية شاملة وهناك إرادة دينية خاصة بما يحبه الله سبحانه وتعالى. ومن المسائل أيضا التي خلطوا فيها أختمها في عدة مسائل، لكن أختم مسألة واحدة وهي مسألة ما هو الظلم.
لأنه كثيرا ما يعترض الناس ويقولون مثلا أنه تقدير الله للأشياء ثم محاسبتهم عليها ظلم. فما هو الظلم؟ نعرف ما هو الظلم. اختلفوا في ذلك، فجاء من يميل إلى مذهب الجبر مثلا وقالوا كل ما يفعله الله سبحانه وتعالى فهو ليس بظلم. لماذا؟ قالوا لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، وإذا كان الله لا يتصرف إلا في ملكه فما يفعله تبارك وتعالى حتى ولو قيل إن الأمر جبر، ولو قيل إن الناس مجبورون، ولو إلى آخره، ما دام كذلك فهذا ليس ظلما، لأن الله لا يتصرف إلا في ملكه. وفسروا الظلم بهذا التفسير. جاء المعتزلة فقالوا، بعضهم قال إن الله لا يقدر على الظلم، وبعضهم قال إن الظلم من الله مثل الظلم من مخلوق إلى مخلوق، فقاسوا الله سبحانه وتعالى بخلقه. فجاءوا ليقولوا، أي المعتزلة، أنه إن الله إذا قدر على العبد ثم كلفه وعذبه على معصيته وهو مقدر، هذا يعتبر ظلم، هذا يعتبر ظلم. فخرجوا من هذا بأن قالوا لا، نقول إن الله لم يقدر على العبد، أي أنهم نفوا عن الله سبحانه وتعالى أن يكون قد شاء أفعال العباد أو أنه تبارك وتعالى خلقها. فقاسوا الله بخلقه وظنوا أن ما يقع من الله مثل ما يقع من المخلوق، والجبرية بالمقابل قالوا إن الله إذا فعل أي شيء حتى ولو أنه جبر العباد فإن هذا لا يسمى ظلما أبدا. أهل السنة والجماعة قالوا لا، الله قادر على الظلم ولكنه نزه نفسه عنه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه كما يقول أهل اللغة، وضع الشيء في غير موضعه. وعلى هذا الأساس فإن الله سبحانه وتعالى لا يقع منه الظلم، لا لأنه عاجز عنه، وإنما لأنه حرمه على نفسه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالله تبارك وتعالى لا يظلم لأنه عدل وفعله عدل، وهذه من القضايا الأساسية التي يجب أن تفهم في باب القضاء والقدر. يجب أن يستقر في قلب العبد المؤمن أن الله لا يظلمه مثقال ذرة، أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظلمك أيها العبد بحيث يأتي الإنسان ويقول الله أنا جانا مجبور أنا كذا، لا، أنت محاسب على فعلك والله لا يظلمك. ومن هنا فإن تقدير الله الأزلي ثم إعطاء هذا الإنسان للإرادة وللقدرة وإن كان كل شيء بقضائه وقدره لا يمكن أن يكون ظلما من الله سبحانه وتعالى، وإنما العبد هو الذي يظلم، يظلم نفسه حينما يخالف ما أمره الله سبحانه وتعالى به محتجا بالقدر أو غير محتج به. فالله سبحانه وتعالى تنزه عن الظلم، فلا يمكن تبارك وتعالى مثلا أن يعذب المطيع، ولا يمكن أيضا أن يزيد في عذاب العاصي أكثر من ذنبه، لأن هذا هو الظلم، تنزه سبحانه وتعالى عنه. ومن تنزهه تبارك وتعالى عن هذا الظلم أن أعطاك أيها العبد الإرادة والقدرة وأن فعلك منسوب إليك، وما دام الأمر كذلك فأنت وفعلك، أنت الذي تفعل الفعل وأنت الذي تتحمل مسؤولية ما تعمله. ويجب أن يستقر في قلبك استقرارا مكينا أن الله لا يمكن أن يظلمك، وهذه قضية أساسية مهمة جدا في باب القضاء والقدر. والانحراف في هذا الباب هو الذي يؤدي إلى انحراف الناس ويؤدي إلى الشك ويؤدي إلى الشبهة إلى آخره. لكن حينما يستقر في قلب العبد المؤمن أن الله تبارك وتعالى عدل وأنه لا يظلم وأنه أقام الحجة عليك
وأنه سبحانه وتعالى لا أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب تبارك وتعالى. إذن أنت أيها العبد عليك أن تراجع نفسك وأن تنظر في نفسك، وأن لا تنسب الأمر إلى ربك تبارك وتعالى فتنسب إليه ما لا يجوز نسبته إليه. ومن هنا يتبين خلط أولئك المعتزلة وأولئك الجبرية في هذا الباب وضلالهم. ومن القضايا التي نعرض لها هنا ما يدور على ألسنة كثير من الناس حول هل الإنسان مسير أم مخير، وهذا السؤال هل الإنسان مسير أم مخير سؤال يرد كثيرا على ألسنة الناس، وهو أيضا مما يطرحه المفكرون والمتفلسفون وغيرهم. والحقيقة أن طرح هذا السؤال بهذا الشكل هل هو مسير أو مخير خطأ، لأن أحد الجوابين لو أجبت به لكان الجواب فيها غير دقيق. فإذا قلت إنه مسير فمعنى ذلك أن هذا الإنسان مجبور لا إرادة له، وإذا قلت بل هو مخير فمعنى ذلك أنه مختار حر، وأنه لا قضاء ولا قدر عند الله سبحانه وتعالى، لا قضاء ولا قدر سابق. إذن ما هو الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح من خلال جمع النصوص، لأن الله تبارك وتعالى أثبت في كتابه العزيز للإنسان إرادة واختيارا، وهو أيضا تبارك وتعالى في كتابه العزيز أثبت قضاء وقدرا سابقا. وعلى هذا الأساس فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وعلى هذا الأساس فإن الإنسان له اختيار، له اختيار، ولكن اختياره هذا داخل ضمن قضاء الله وقدره السابق. فعلى هذا الأساس هناك قدر سابق شامل لكل ما سيكون من أعمال الناس، خيرها وشرها، حسنها وقبيحها. ومع هذا فإن الناس داخل هذا القدر مخيرون، مخيرون فيما لهم الخيرة فيه كما سبق بيانه، لأن هناك أمورا لا اختيار للإنسان فيها، كونه يكون فقيرا أو غنيا، كونه يولد في يوم كذا، كونه يكون لونه كذا وكذا، هذه أمور لا خيار فيها، لكن ما يجري من الإنسان وما يفعله الإنسان فله الاختيار فيه. ولكن اختياره هذا الذي به يترتب وعليه يترتب التكليف هو خاضع للقدر السابق فلا يخرج عنه أبدا، كما ضربنا مثال فيما سبق بحركة مثلا مجموعة شمسية، فإن النجم في الواحد منها يتحرك ضمن هذه الحركة، وإن كان هو وما حوله خاضعون لحركة كبرى، والكل خاضع لربه تبارك وتعالى. فالإنسان يختار، ولكن اختياره لا يخرج عن قدر الله السابق، وهذه مسألة مهمة جدا. ومن هنا فإن كثيرا من الناس يعني قد يرى أن بعض الآيات القرآنية فيها شيء مخالف لهذا، مثل قول الله تبارك وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فيظن أن هناك شيئا من الله وأن هناك شيئا باختيار العبد أو من العبد ذاته. والحقيقة أن الفهم الصحيح لمثل هذه الآية يدل على ما يدل عليه قدر الله السابق، وأن الفهم الخطأ لها
هو الذي قد يوقع في ما يوقع فيه من فهم خاطئ، وربما يترتب على هذا الفهم الخاطئ عقيدة خاطئة. فبعضهم يظن أن قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يظن هنا أن الحسنة المقصود بها الطاعة وأن السيئة المقصود بها المعصية، فيظن أن الطاعة من الله وأن المعصية من العبد. ولكن الصحيح كما هو واضح لمن قرأ كتاب الله تبارك وتعالى أن الحسنات في هذه الآية هي النعم، النعم ما يصيب الإنسان ويأتيه من نعم من الله سبحانه وتعالى من خير ورزق وولد وأمن إلى آخره، هذه حسنة. وأن السيئات هي ما يصيب الإنسان من مصائب، من فقر أو مرض أو موت ولد أو نحو ذلك. وسياق الآية يدل على ذلك، لأن الله تبارك وتعالى تحدث عن المنافقين فقال، وهم يزعمون أن الجهاد في سبيل الله إنما هو سبب للموت والفناء، يقول الله تبارك وتعالى لهم مجيبا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ففي سياق هذه الآية أن هؤلاء المنافقين ونحوهم يقولون إذا جاءتهم الحسنة، كما يقول علماء التفسير، إذا جاءتهم الحسنة من رزق خير ونحو ذلك قالوا هذه من عند الله، هذا خير وهذا فضل، هذا كذا من الله سبحانه وتعالى. لكن إذا جاءتهم سيئة بأن أصيبوا بفقر أو خوف أو هجم عليهم عدو أو نحو ذلك جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ووجهوا إليه التهمة وقالوا هذه من عندك، هذه بسبب دينك، هذه بسبب ما أتيت به من تفريق الناس إلى آخره. وسياق الآيات القرآنية في كتاب الله تبارك وتعالى يدل على هذا، فإن الله تبارك وتعالى مثلا يقول عن بني إسرائيل ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، يعني حتى كثروا. فالذي بدله الله هو المصائب التي كانت تحيط ببني إسرائيل، أبدلها الله سبحانه وتعالى لهم بأن رزقهم الخيرات والنعم التي أنعم بها عليهم تبارك وتعالى. ومثل قوله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فالحسنة هنا المقصود بها النعمة، والسيئة المقصود بها المصيبة من مرض أو قتل أو نحو ذلك. ومثل قول الله تبارك وتعالى وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى. فمعنى ذلك أنه إذا جاءتهم الحسنة والنعمة فرحوا بها وقالوا هذا دين طيب، كما كان بعض الأعراب من ضعاف الإيمان الذين أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الواحد منهم إذا دخل في الإسلام ثم رجع إلى أهله فوجد إبله وغنمه قد ولدت وأنتجت، وجد زوجته قد ولدت ولدا، قال هذا دين طيب ودين حسن وفرح به واستمر على دينه. ولكنه إذا رجع فوجد شيئا من غنمه وأبيه قد مات، وجد زوجته قد ولدت بنتا، قال هذا دين سوء وارتد عن دينه. إذن المقصود بها هنا إنما هي الحسنات التي هي النعم التي ينعم الله بها، والسيئات المقصود بها المصائب التي يصيب الله سبحانه وتعالى بها عباده. فقول الله تبارك وتعالى فمن نفسك أي بسبب نفسك وبذنوبك، وهذا كما قال أبو صالح كما روى عنه ابن كثير في تفسيره أنه قال، طبعا ناقلا عن ابن جرير، أنه قال أي بذنبك وأنا قدرتها عليك، أي ما أصابك من سيئة فبذنبك، أي بسبب ذنبك والله سبحانه وتعالى قد قدرها عليك. لكن الآيات التي ترد فيها السيئة بمعنى المعصية والحسنة بمعنى الطاعة تجد سياقها يختلف قليلا،
تجدها في القرآن الكريم مرتبطة بفعل العبد، مثل قول الله تبارك وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. السيئة هنا ما هي؟ المعصية. من كسب، إذن يكسبها العبد. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. إذن أمر العبد بالدفع. ويقول سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. هنا قال جاء. ومثله قول الله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، ونحوها. فالسيئة التي هي بمعنى الذنب والمعصية تجد أنها تأتي في كتاب الله تبارك وتعالى مرتبطة بفعل العبد وإرادة العبد. ومثلها الطاعة، ومثلها الحسنة التي بمعنى الطاعة. إذن ليس في القرآن الكريم ما يدل على ما يقطع به البعض من أن الإنسان إما مخير وإما مسير، بل الإنسان فيما له فيه إرادة وقدرة هو مخير فيه، لكنه لا يخرج عن القدر السابق. هذه خلاصة المسألة. ثم لنعلم أن الإنسان وهو يريد ويختار لا يخرج عن قدر الله السابق. وكما سبق أن بينا لكم أن الإرادة نوعان: إرادة دينية شرعية مستلزمة لمحبة الله ورضاه، فهذه هي التي يأمر بها تبارك وتعالى وينهى عن مخالفتها، مثل أمر الله بالطاعات وبعبادته وبصلة الأرحام ونحو ذلك من الطاعات. فهذه يأمر بها ربنا تبارك وتعالى ويريدها إرادة شرعية. النوع الثاني هو الإرادة القدرية التي هي بمعنى المشيئة، وهذه شاملة لكل ما يجري سواء كان من الخير أو من الشر، فهي بمعنى المشيئة فهي شاملة لكل شيء. وعلى هذا الأساس فإن الأقسام التي نجدها 4 أقسام في هذا الكون: قسم تعلقت به الإرادة الدينية الشرعية والإرادة القدرية، وهذا مثل الأعمال الصالحة التي يعملها العباد، مثل الصلاة والصيام، إذا صلوا وصاموا ووقع منهم الصلاة والصيام، فهذه تعلقت بها الإرادة الدينية لأن الله أرادها منهم دينا وشرعا فهو يحبها ويرضاها، وتعلقت بها الإرادة الكونية لأنها وقعت. النوع الثاني ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط، مثل ما أمر الله به من الأعمال الصالحة، لكن الفجار أبوا وخالفوا ووقعوا في المعصية، ففي هذه الحالة تعلقت بها الإرادة الدينية فقط لكنها لم تقع كونا، أي لم تتعلق بها الإرادة الكونية. مثال: إيمان أبي جهل، أمر الله أبا جهل بالإيمان، فإيمان أبي جهل تعلقت به الإرادة الدينية فقط لأن الله أمر به، لكن لم تتعلق به الإرادة الكونية لأنه لم يقع، فأبو جهل كفر ولم يؤمن. والثالث ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط دون الدينية، مثل المعاصي، فهذه لم تتعلق بها إرادة دينية لأن الله لم يردها شرعا ولم يحبها، ولكن تعلقت بها إرادة الله الكونية لأنها وقعت، أي ما وقع من معاصي العباد. والنوع الرابع ما لم تتعلق به لا هذه الإرادة ولا تلك، مثل ما لم يقع ولم يوجد من أمور المباحات وأمور المعاصي ونحوها، فهذه ليست لها، لا تتعلق بها إرادة دينية ولا إرادة قدرية كونية عامة. وعلى هذا الأساس فينبغي أن يعلم أنه لا تعارض بين الشرع والقدر في هذا الباب، وأن الذين يريدون أن يجعلوا بينهما تعارضا هم الذين يريدون أن يحتجوا بالقدر، كما سيأتي في الفقرة التالية. هذه الفقرة التي معنا هي فقرة حكم الاحتجاج بالقضاء والقدر، وكما تعلمون جميعا فإن كثيرا من الناس تلد في قلوبهم خواطر، وأحيانا تتحول إلى شبه تتعمق في نفوسهم. هذه الخواطر
وهذه الشبه توصل بعضهم توصل البعض منهم إلى أن يسأل ويقول كيف يقدر الله المعاصي ثم يعاقب عليها، أو أن يقول إذا وقع في الذنب والمعصية هذا أمر قد كتبه الله عليه. هذا الاحتجاج بالقضاء والقدر هو احتجاج قديم كما أشرنا إلى ذلك في أحد المواضع السابقة. والحقيقة أن مناقشة هذه المسألة لابد أن نقدم لها بمقدمات ثم نذكر بعض الردود عليها، ومن ثم فخلاصة الردود من الوجوه التالية. الوجه الأول أنه يجب أن يعلم الجميع أنه لابد من فهم أصول في باب القضاء والقدر حينما نريد أن ننظر في هذه المسألة التي هي مسألة الاحتجاج بالقدر. وأهم هذه الأصول ثلاثة. أولها على الإنسان أن يقطع بأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة العلم الكامل الشامل، وأن علمه أزل، وأنه لا يتخلف شيء عن علمه تبارك وتعالى. وهذه قضية قطعية، وهي التي قال عنها السلف من أنكرها فهو يكفر. والمعتزلة الذين أرادوا أن يخرجوا من المأزق بأن يجعلوا الإنسان فاعلا لفعله ومختارا وصاحب مشيئة مستقلة عن مشيئة الله تبارك وتعالى لم يستطيعوا أن ينكروا هذه المسألة أو هذا الأصل، وهو علم الله الأزلي. وما دام علم الله أزليا كاملا شاملا لا يخرج شيء عنه، إذا معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عامل، علمه ولا يخرج أحد عن علمه تبارك وتعالى. ومن هنا فإن المعتزلة لما قالوا لا الإنسان له إرادة مستقلة، وقالوا العبد يخلق فعلا، إذا تعارضت مشيئة الله ومشيئة العبد وقعت مشيئة العبد، وقالوا العبد يخلق فعلا، هؤلاء المعتزلة أرادوا زعما منهم أن الأمر فيه إثبات لعدل الله تبارك وتعالى، أرادوا بذلك أن يجعلوا مسألة التكليف الشرعي وتعذيب الله سبحانه وتعالى للعصاة وللكفار أنه أمر يتحمله العبد نفسه، وأن الله سبحانه وتعالى بريء من ذلك، ومن ثم جعلوه مستقلا. لكن هذا الأمر لم يفيدهم شيئا. لماذا؟ لأن بعض السلف ومنهم عمر بن عبد العزيز كما سبق في الدرس الماضي، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال عن هؤلاء المعتزلة ناظروهم بالعلم فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصم. يؤتى للمعتزل ويقال أن تقول للإنسان مشيئة مستقلة عن الله؟ يقول نعم. أن تقول الإنسان يخلق فعلا بدون الله؟ يقول نعم. نقول تعال هل تثبت علم الله الأزلي ولا لا؟ فإن قال لا فقد كفر بما أنه نفى علم الله تبارك وتعالى. إن قال نعم أثبت علم الله تبارك وتعالى، فيقال له طيب هذا العبد الذي تقول له إرادة مستقلة وأنه يستطيع أن يفعل هذا وهذا، هل يستطيع أن يخرج عما في علم الله أو لا؟ هل يستطيع أن يريد شيئا خارج عن علم الله ولا لا؟ يستطيع ولا ما يستطيع؟ إذا أثبت علم الله فسيقول إنه لا يستطيع. إذا نقول له ما فائدة الاختيار المستقل الذي أعطيته إياه؟ انتبهتم معي ولا ما انتبهتم؟ ما فائدة الاختيار المستقل؟ الاختيار المستقل الذي أعطيته إياه ما فائدته؟ أنت تقول إذا أراد الله أمرا وأراد المخلوق أمرا وقعت إرادة المخلوق، إذا معناه المخلوق مستقل عن الله. نقول تعال علم الله الأزلي تثبته،
فإن قال لا كفر، إن قال نعم أثبت علم الله سبحانه وتعالى، نقول له وهل هذا المخلوق صاحب المشيئة المستقلة استقلالا تاما عندك يستطيع أن يخرج عما في علم الله ولا لا؟ هل علم الله محيط بأن هذا الإنسان لابد أن يعصي وذاك الإنسان لابد أن يطيع أم لا؟ فسيقول لك نعم علم الله محيط. إذن ما فائدة الاختيار الذي أعطيته إياه؟ لو أنك أثبتت القضاء والقدر وجعلت هذا الإنسان له إرادة وله مشيئة بها يختار لكنها لا تخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى، لوافقت أهل السنة والجماعة ولم تقع في ما وقعت فيه، حتى صدق فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ترتقي إلى درجة الحسن: القدرية مجوس هذه الأمة. إذن هناك قدر الله الأزلي، ولكن أنت أيها العبد لا تخرج عن قدر الله ولك الاختيار، كما سيأتي في إيضاح الوجوه القادمة إن شاء الله تعالى. إذن الأصل الأول إثبات علم الله الأزلي وأنه محيط بكل شيء. الأصل الثاني يقين القلب وإيمانه، الإيمان القاطع بأن الله عدل لا يظلم الناس شيئا، وهذه قضية أساسية يجب أن يستقر عليها قلب العبد المؤمن، أن الله تبارك وتعالى عدل لا يظلمك أبدا ولا يمكن أن يظلم أحد. ومن ثم فعليك أن ترضى بربك وأن تتهم نفسك إذا وقعت في المعصية، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر لك طرق الخير وعلمك إياه، وعلمك طرق الشر وحذرك منها، وأعطاك القدرة والاختيار، فأنت الذي تختار. وهذا واضح، فإنك تحس من نفسك أنك لا تلجأ وإنما أنت الذي تختار. إذن عدل الله صفة من صفاته تبارك وتعالى، يجب أن يعلم المؤمن أن يوقن يقينا تاما بها، لأن الله تبارك وتعالى غني عن العالمين، لا حاجة إلى عباده. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك مما عندي شيء. إذن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، ومن كماله تبارك وتعالى أنه عدل وأنه رحيم بعباده، وأنه تبارك وتعالى يحب العذر، لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى أقام الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن ربنا تبارك وتعالى متصف بصفات الجلال والكمال، ولا يجوز للإنسان أن يكون في قلبه شيء من الضيق أو شيء من الاعتراض، وإنما الأمر لله سبحانه وتعالى. الأصل الثالث كما سبق هو أن إرادة الله الأزلية هي التي اقتضت أن يوجد الخلق على هذه الحال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأن ذلك لحكمة ولحكم عظيمة أرادها تبارك وتعالى. ولو شاء ما خلق الخلق كله، ولو شاء لجعلهم كالملائكة لا يعصون الله ما أمره. إذن الأمر مرتبط بحكمة لله سبحانه وتعالى، فيجب ألا تغيب عن بالنا ونحن ننظر في هذه القضايا. الوجه الثاني أن من تأمل هذا الباب وجد أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على عباده بنعم عظيمة، وعلى رأس هذه النعم نعمتان. النعمة الأولى أن الله خلق الإنسان في أصل النشأة على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وهذه قضية مهمة جدا، أن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على الإيمان. ومن هنا فإن الله تبارك وتعالى أخذ على بني آدم العهد وهم على ظهر أبيهم آدم، وسأله كما في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فنحن ونحن على ظهر أبينا آدم أخذ الله علينا العهد وأقررنا لله بالربوبية،
وبالتوحيد والإيمان، كما وردت بذلك الأحاديث الكثيرة التي تصح بمجموع طرقها أن الله أخذ علينا العهد ونحن على ظهر أبينا آدم. هذا عهد أول. ثم جاء العهد الثاني وهو الفطرة التي فطر الله كل عبد عليها حينما يولد، كما قال عليه الصلاة والسلام: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه، لأن المقصود الفطرة فطرة الإسلام. هذه نعمة أولى. النعمة الثانية أن الله تبارك وتعالى هدى الناس هداية عامة، وذلك بما أودع فيهم تبارك وتعالى من المعرفة، وأرسل إليهم من الرسل، وأنزل عليهم من الكتب، حتى قامت الحجة عليهم. إذن الناس مكلفون ومعرضون للثواب والعقاب متى؟ إذا ما بلغتهم الحجة الرسالية. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا هذا الإنسان فطره الله على الحق، وهداه الله الهداية العامة، وبين له طريق الحق والهدى، ثم أن الله تبارك وتعالى لم يكلف الإنسان ما لا يطيق، بمعنى أن ما كلفه به فهو قادر عليه، ما أكره عليه لا يحاسبه الله عليه، ما فعله سهوا أو غفلة لا يحاسبه الله عليه، ما وقع عليه من مصائب لا يحاسبه الله عليها، وإنما يحاسبه على ما تعلقت به إرادته وقدرته واختياره. ومن ثم فهذا شيء يلمسه كل إنسان في لحظته الحاضرة، أن له إرادة وأن له قدرة وأنه يستطيع أن يفعل هذا وأن يفعل هذا. سيؤذن المؤذن، يستطيع أن يذهب إلى الصلاة، ويستطيع أن يذهب إلى النوم والكسل وترك الصلاة. إذن هو باختياره. فكيف يأتي الإنسان إذا وقع في المعصية ليقول لا، كيف يعذب من الله، كيف يقدر عليه، إلى آخره. الوجه الثالث وهي متعلقة بالفقرة الأخيرة التي ذكرتها، وهي أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان معه القدرة والإرادة والاختيار، ومن ثم فإنه هو المتصف بما يفعله، وحكم فعله يعود إليه خاصة، وهذا واضح جدا. فإذا قام الإنسان مثلا وفعل فعلا، ما يأتي أحد لينسب هذا الفعل إلى غيره، وإنما يقول فلان هو الذي فعل. إذن إذا صلى فهو الذي صلى، إذا سرق فهو الذي سرق، إذا صام فهو الذي صام، إذا شرب الخمر فهو الذي شرب، إذا فعل طاعة أو معصية هو الذي فعلها، وفعله يعود حكمه إليه لأنه فعله باختياره. ومن هنا فإذا جاء القائل ليقول مثلا: إن كانت المعصية، يعني لو جاء قائل ليقول: والله المعصية كانت مكتوبة علي، المعصية كانت مكتوبة علي، فسنقول له: قبل أن تفعل المعصية هل أنت تعلم ما في قدر الله أو لا؟ فسيقول: طبعا لا أعلم. فما دام قبل فعلك المعصية لا تعلم ما في قدر الله، ثم إن معك القدرة ومعك الاختيار، وقد وضحت لك طرق الخير، فإذا عصيت فأنت الذي تتحمل عاقبة فعلك، كما أنك إذا أطعت فإنك أنت الذي تتلقى المثوبة على طاعتك. وهذا واضح جدا، ويتبين هذا بالوجه الرابع، وهو أن الاحتجاج بالقدر ما هو إلا شبهة شيطانية. وكونها شبهة شيطانية لأن الشيطان هو الذي يوسوس بها على الإنسان، وإن كانت في الحقيقة لا واقع لها. والدليل على ذلك أن الأمة الإسلامية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن، نجد أن الملايين والألوف المؤلفة لا يقع في خاطرهم شيء من ذلك، ولا يؤثر عليهم، ولم يأتي أحد منهم يحتج. فلو كانت كما يزعمون بدهية الاحتجاج بالقدر،
وأنه الإنسان له أن يحتج على ربه بالقدر لما فاتت على تلك الألوف. إذن ننظر فنرى أن هذه الشبهة تأتي على يد أهل بدعة أو أهل فسق ومعصية استهواهم الشيطان وتسلط عليهم عن طريق طرح هذه الشبهة التي يقول له فيها أنت مكتوب عليك، كيف يحاسبك الله على هذا الفعل؟ والدليل على ذلك أن الإنسان لو كان منصفا حينما يحتج بالقدر على المعصية ويقول هي مكتوبة علي، هذا الإنسان لو كان منصفا لوجب عليه أن يحتج بالقدر في مواضع أخرى. من هذه المواضع إذا ظلم واعتدي عليه، هل يحتج ولا ما يحتج؟ إذا واحد أخذ ماله أو ظلم أو اعتدى عليه، هذا الرجل الذي يحتج بالقدر هل يحتج به أو لا يحتج؟ ما يحتج به. لو جاء واحد سرق ماله مثلا أو اعتدى عليه، ما راح ينام يقول نعم هذا بقضاء الله وقدره، هذا السارق مكتوب عليه قبل أن يخلق وأنا المصاب مكتوب علي قبل أن يخلق ونام. لا، ما يحتج بالقدر، بل يذهب ليبحث. وحتى لو احتج بالقدر فإنه لا يقبل منه أبدا، لا يقبل منه أبدا. إذا كنت حينما تقع فيما بينك وبين الله تحتج بالمعصية وفي حقوقك أنت ترفض الاحتجاج بالقدر، إذن هذا تناقض، وإلا ليس بتناقض، هذا تناقض. لأنك إذا كنت تحتج بالقدر فاجعله مسلكا واحدا مستمرا في جميع القضايا. ومن هنا فإن هذه المسألة تجد أن المحتج بالقدر يرفضها رفضا قاطعا، حتى في أحوال أحيانا يكون فيها صاحب الاعتداء غير مفرط. يعني لو اعتدى، لو ضرب واحد سيارة بولده مثلا مع أنه مصيبة ومع أن ذاك ربما يكون غير مفرط، ومع ذلك تجد هذا الإنسان لا يحتج بالقدر. إذا جاءه الساق ليقول يا أخي هذا قضاء الله وقدر، يقول لك لا، أنت الذي أتيت من هنا، أنت الذي أسرعت، أنت الذي فعلت، أنت الذي كذا، أنت الذي كذا، مع أن المفروض فيه والحالة هذه أن يقول الحمد لله هذا قضاء الله وقدر، اللهم أجرني في مصيبتي. فكيف إذا وقع عليه ظلم من شخص قاصد الاعتداء عليه؟ لا يحتج به أبدا. إذن هي شبهة شيطانية. ومن هنا، وهذه النقطة الثانية أو الحالة الثانية، أننا نجد كل من يحتج بالقدر يحتج به في جانب المعصية لا في جانب الطاعة. كيف؟ يقول القائل إذا كان الله كتب علي المعصية فلماذا يعذبني؟ هل سمعتم بقائل يقول وإذا كتب علي الله علي الطاعة فلماذا يثيبني؟ ما تسمعون بهذا السؤال. السؤال الثاني ما يرد أبدا، لأنه يوافق هو الإنسان. وإلا فالمفترض أنه إذا كان الكل بقضاء وقدر فإذا لا تعاقب على المعصية ولا تنعم إذا فعلته الطاعة. لكن نظرا لأن تلك توافق هواه، مدام فيها نعيم وفيها خير وفيها كل شيء، فإنه يأتي ويقول لا، أنا الذي فعلت. ولهذا تجد بعض العلماء رحمهم الله تعالى يقول عن الإنسان أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك مذهبت به. ما معنى هذه العبارة؟ أنت عند الطاعة أي حينما تأتي وتفعل الطاعة تصير من القدرية، يعني تنسب الأفعال إليك، تقول أنا الذي فعلت وأنا الذي فعلت الطاعات وقدمت الخيرات وكذا، فأنا أستحق الذكر الحسن وأستحق مدح الناس وأستحق الثواب من الله وأستحق، لأنك نسبت الفعل إلى نفسه. قدري مثل المعتزلة ينسبون الأفعال إلى أنفسهم، وعند المعصية تقلب الأمر تصبح جبري، تقول لا أنا ما لي ذنب، هذا مكتوب عليه، هذا مقدر عليه. لماذا؟ لأن هوى النفس. فإذا فعل المعصية احتج بالقدر، وإذا فعل الطاعة قال أنا الذي فعلت وأنا الذي فعلت. الأمر الثالث أن الإنسان حتى في أموره الدنيوية العادية
لا يمكن أن يستسلم فيها للقدر، بل لابد أن يفعل الأسباب. والمثال واضح، المزارع الآن إذا جاء لي يقول والله أنا ما في داعي هذه السنة أن أحرث الأرض ولا أن أزرعها، إن كان الله كاتب لهذه الأرض الشاسعة أن تنبت زرعا فستنبت، أو جاء إنسان مثلا ويقول ما في داعي أن أتزوج، ما فيه داعي أن أتزوج، إذا كان الله كاتب لي أولاد فسيأتيني أولاد ولو لم أتزوج، وش يعد هذا في عرف الناس؟ يعد من أجهل الجاهلين، يعد من أجهل الجاهلين، لأن كل إنسان سيقول له إذا أردت الزرع فاذهب واحرث وابذر البذرة وانتظر الزرع، إذا أردت الولد فتزوج، ثم أيضا لا تكتفي بالزواج وإنما يجب أن تطع زوجتك، كلها أسباب لتحصل على ما تريد. لكن إذا جاء هذا الذي يحتج بالقدر تجده في هذه الأمور ما يمكن. ومن هنا فإن هؤلاء الذين يأتي واحد منهم مثلا ويقول إن كنت من أهل الجنة فسأدخل الجنة، نقول له هذا سؤال فاسد، إن كنت ستدخل الجنة فلا بد أن تفعل الأسباب التي تؤدي بك إلى الجنة، لا يمكن أبدا، لا يمكن أن تدخل الجنة إلا بأسباب. ومن ثم فما دامت لك إرادة وقدرة فعليك أن تفعل الأسباب بما أقدرك الله وبما أعلمك الله وعلى وفق ما شرع الله لك أن تفعل هذه الأسباب لتكون من أهل الجنة. فإذا ما رفضت ذلك وأبيت فعليك أن تتحمل عاقبة تركك لها، كما يتحمل صاحب البذر الذي أبى أن يبذر عاقبة بقاء أرضه قاعا صفصفا. الوجه الخامس أن الاحتجاج بالقدر ينتج عنه نتيجة، ألا وهي تعطيل شريعة الله سبحانه وتعالى، تعطيل الشرائع. لأن الإنسان إذا احتج بالقدر معنى ذلك لا فائدة من الشرع، ما دام ارتبط بالقدر فلا فائدة من الشرع أبدا، فمعنى ذلك يتساوى العصاة والفساق والكفار والفجار والمؤمنون والأخيار والمطيعون والعصاة إلى آخره. وهذا من أعظم ما يمكن أن يقع على الإنسان أو يقع في الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى إنما شرع الشرائع ورتب عليها الأحكام، الأحكام الدنيوية والأحكام الأخروية، فعلى هذا الأساس تعطل الشرائع الدنيوية، فمن سرق لا يقتص منه، ومن زنى لا يقام عليه الحد، ومن فعل لا يقام عليه الحدود، لأن كل هؤلاء إنما يفعلون بقضاء الله وقدره، ومثله أيضا نتائج ذلك في الآخرة، وهذا فيه من الفساد ما الله به عليم. وتعرفون عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في قصته المشهورة لما جيء بسارق، فظن هذا الرجل أن عمر رجلا لطيفا رجاعا إلى الدليل، فقال لعلي أحتج بهذه الحجة لتفيد عنده، فلما جاء وقال لما سرقت؟ قال يا أمير المؤمنين بقضاء الله وقدره، يعني أنا لا ذنب لي، إنما هو القضاء والقدر المحتوم الذي تؤمن به أنت أمير المؤمنين. فماذا قال له عمر؟ قال له ونحن أيضا نقطع يدك بقضاء الله وقدره، فقطع يده ثم جلده على احتجاجه بالقدر، ونحن نقطع يدك أيضا بقضاء الله وقدره، وهكذا الأمور. وإلا لو كان الاحتجاج بالقدر صحيحا لسابت الحياة، وأصبحت أمور الناس الدنيوية والدينية ضائعة، وهذا أمر واضح جدا. بقي أن يقال إن الله سبحانه وتعالى يعين عباده المؤمنين ولا يعين الكافرين، يعين عباده المؤمنين ولا يعين الكافرين، يهدي من يضل من يشاء ويهدي من يشاء.
وهذه المسألة هي راجعة إلى الأصل الأصيل في باب القدر، وهو تقدير الله الأزلي، أن الله تبارك وتعالى خلق الناس هكذا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، منهم المطيعون ومنهم العصاة. وإلا فقول الإنسان لماذا أعان الله المؤمن ولم يعن الكافر، مثل قول الإنسان تماما لماذا لم يهدي الله جميع الناس، فهذا سؤال فاسد. الأمر الثاني أن الإعانة من أفعاله تبارك وتعالى، وما يفعله تبارك وتعالى فإنما يفعله لحكمة، وما لم يفعله فلانتفاء الحكمة. أما الطاعة فهي من فعل الإنسان نفسه، فإذا أعان الله سبحانه وتعالى عبدا من عباده كان فضلا منه تبارك وتعالى على هذا العبد، وإذا لم يعن ذاك كان عدلا منه تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد أقام الحجة على جميع عباده، فالله تبارك وتعالى إذا أعان عبده فهذا فضل من الله، والله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء، كما أنه جعل هناك أنبياء فضلهم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. إذن هذا التفضل من الله سبحانه وتعالى. أما ذلك الكافر الذي فعل المعاصي فالله سبحانه وتعالى لم يعنه، وهذا عدل منه، بمعنى أن ذلك الكافر هو الذي اختار كفره. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى عن الكفار فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هم الذين زاغوا أولا، فأزاغ الله سبحانه وتعالى قلوبهم. الأمر الثالث أن لله حكما، فإعانة الله تبارك وتعالى للكافر قد تستلزم فوات محبوبات لله تبارك وتعالى أعظم من تلك الطاعة التي يفعلها، وهذا واضح المثال في كتاب الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى قال عن المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، فثبت الله المنافقين، مع أن المنافقين إذا خرجوا يكثرون المؤمنين ويزيدون في الجيش الإسلامي، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى ثبت هؤلاء المنافقين وأقعدهم إلى آخره لما يحصل في ذلك من محبوبات لله سبحانه وتعالى. ومنها ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بقوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أي لحصل من هؤلاء المنافقين شر عظيم بسبب الشبه والكلام والقضايا التي يطرحونها لا يقصدون بها وجه الله، وإنما يقصدون بها البلبلة بين المؤمنين. فالله ثبتهم لأجل هذا، فثبتهم عن الطاعة لأجل ما يحصل من الخير، وهذه حكمة الله وإرادته. الله سبحانه وتعالى حينما نزع من قلب هذا الكافر أن نزع منه محبة الخير فاختار هذا الكافر الشر، هذا الكافر قد يكون سبب لخير كثير أراده الله سبحانه وتعالى، وهذه لله سبحانه وتعالى فيها حكم عظيمة لا تعد ولا تحصى. إذن الخلاصة هي أن من أراد أن يحتج بالقضاء والقدر قائلا إن هذا مكتوب علي، فنحن نقول له إنك والحالة هذه تحتج بالقضاء والقدر على أمر هو من فعلك أنت. ومن هنا فإن المحتج بالقضاء والقدر له حالتان، حالة قبل فعله وحالة بعد فعله. حالة قبل فعله إذا جاء إنسان وقال قيل له تعال إلى الصلاة، فسيقول لك يعني بنظر ماذا يكتب الله عليه. طبعا في هذه الحالة هل يعلم ماذا في قدر الله الغيبي؟ لا يعلم. لماذا لا يكون في نفسه أن في قدر الله أنه يكون من أهل الهدى والخير؟
يعزم نفسه ويرغم نفسه قليلا ويذهب إلى الطاعة ويشرح صدره ويفتح قلبه، فسيجد أن الله سبحانه وتعالى يعينه ويهديه ويوفقه ويذهب إلى الطاعة. إذن هو قبل المعصية، قبل فعله سواء كان طاعة أو معصية، لا يعلم ماذا في قدر الله. ففي هذه الحالة إذا جاء إلى المعصية فليتحمل عاقبتها، ولا يجوز له أن يحتج على ذلك بفعله للمعصية، أن يحتج على ذلك بالقضاء والقدر. أما إذا فعل الإنسان المعصية وقال والله أنا وقعت من المعصية وهذه مكتوبة علي، نأتي ونقول له طيب وماذا بعد هذه المعصية؟ ماذا ستفعل؟ هل ستذهب إلى المعاصي وتقول كلها مكتوبة علي؟ هل تعلم ماذا في قدر الله؟ لماذا لا يكون في قدر الله أنك أولا تتوب، ثانيا تذهب إلى الطاعة، ثالثا تندم على معصيتك، ثالثا تستقبل حياة جديدة فيها خير وهدى وتقى؟ لماذا لا يكون هذا؟ لماذا إلا تستسلم لمعصيتك التي في الليلة الماضية وتذهب أيضا إلى معصيتك في الليلة القادمة وتقول هذا قضاء وقدر؟ هل له حجة أو ليست له حجة؟ طبعا ليست له حجة أبدا. وهذا الذي قال فيه العلماء أن ينازع الإنسان القدر بالقدر، هذا في حياة الإنسان كلها، ينازع الإنسان قدر المعصية بقدر الطاعة، ينازع الإنسان قدر التقصير بقدر الفعل والعمل، ينازع الإنسان حتى في أموره العادية قدره من حاجة أو فقر أو نحو ذلك إلى قدر العمل ليطلب الرزق ونحو ذلك. وهذه مسألة واضحة جدا. إذن ليس لمن يحتج بالقدر حجة أبدا، لأنه إنما يفعل باختياره، ولأنه إنما يجهل ما في علم الله، ومن ثم فإذا عمل فعليه أن يعلم أنه سيحاسب على فعله. إذا اقترف المعصية وانتهى منها نقول له تعالى هذه معصية وقعت بقضاء الله وقدره ولا حجة لك، ومع ذلك يجب عليك أن تنازعها بقدر آخر على وفق شرع الله، فتتوب إلى الله وتعمل الصالحات. إن أبى ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إن رفض أن يستجيب لهذا فلا حجة له. لعل الأمر واضح إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى المسألة الأخيرة في هذا الباب، وهي مسألة أثر الإيمان بالقضاء والقدر على حياة المسلم. والحقيقة أن الآثار المترتبة على الإيمان بالقضاء والقدر على وفق منهج أهل السنة والجماعة، لا على منهج الجبرية ولا على منهج القدرية المعتزلة، على وفق منهج أهل السنة والجماعة، له آثار عظيمة جدا في حياة الإنسان، ونحن نشير إلى بعضها. الأثر الأول أن الإيمان بالقضاء والقدر من أكبر الدواعي التي تدعو الفرد والمجتمع إلى العمل والنشاط والسعي بما يرضي الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة، وهذه قضية واضحة جدا. ودعوى أن الإيمان بالقدر يدعو إلى التكاسل هذه دعوى مردودة تماما، لأن المسلمين لما كانوا مطبقين للإسلام ما أقعدهم إيمانهم بالقضاء والقدر عن الفعل وعن العمل وعن النصب وعن الفتوحات وعن الجهاد في سبيل الله في كل مكان وعن عمارة الأرض بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن فعل الأسباب هذه من الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، ولا تستقيم الحياة إلا بها، ومن ثم فإيمان الإنسان بالقضاء والقدر هو الذي يجعله يكتح ويعمل، هو الذي يجعله ينتج لأنه يفعل الأمور بأسبابها. لكن ذلك الذي استسلم للقضاء والقدر ونام هو الذي ينام ولا ينتج أبدا ولا يعمل أبدا. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأله أصحابه أحيانا بعض الأسئلة، فمثلا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيت رقا نسترقي بها وتقا نتقي بها وأدوية نتداوى بها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله. إذن فعل السبب من قدر الله،
وكون المقدور يحصل أو لا يحصل هذا أمر آخر. فالمؤمن مأمور بفعل الأسباب، وهذا الحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن. وهذه قصة يعني هنا تناسب سياق قصة عمر رضي الله عنه وأرضاه لما جاء إلى الشام وأقبل على الشام فأخبر بأن الطاعون قد انتشر هناك، فهل يذهب إلى هناك أو يرجع؟ استشار الصحابة فاختلفوا، وعزم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على الرجوع. فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ فبماذا جاب عمر؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو معك إبل وكان هناك عدوى فيها جانب خصب وفيها جانب مجدب، أليس إن رعيتها في الأرض المخصبة في قضاء الله وقدره وإن رعيتها في الأرض المجدب؟ قال: بلى. إذن كل إنسان يعني في هذه الحالة يفر من قدر إلى قدر، ما يقال أنه فر من القدر، وإنما فعل السبب على مقتضى الشرع. وهذه قضية واضحة جدا. ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله تبارك وتعالى ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقولن لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح على الشيطان. إذن استعن بالله وافعل الأسباب. وهذه قضية واضحة جدا، لأن الإيمان بالقضاء والقدر يجعل الإنسان يفعل على مقتضى الأسباب بما أمره الله سبحانه وتعالى به من الشرع. الأثر الثاني أن الإنسان إذا آمن بالقضاء والقدر عرف قدر نفسه، وأنه إنسان ضعيف خاضع لربه تبارك وتعالى، أن هذا الإنسان مملوك مدبر، ومن ثم فلا يتكبر ولا يبطر ولا يتعالى على الناس ولا يتسلط عليهم على رقابهم على أموالهم، لا، يعرف قدر نفسه أنه هو نفسه مسكين سائر في هذا الكون مدبر. وهذه قضية مهمة جدا، فهو يعلم أنه يجهل المقدور لا يدري متى يأتيه الأجل، يجهل المقدور لا يدري ماذا سيأتيه فيما بعد، هل يصاب بنعمة أو يصاب بنقمة، هل يصيبه مرض، هل يصيبه موت، هل يصيبه فقر، هل تتغير به الأحوال إلى آخره، يجهل. فيعيش الإنسان خاضع لله سبحانه وتعالى لا يدري ماذا يكتب له وماذا يقدر عليه في هذه الحياة. وهذا أثر واضح جدا جدا في باب القضاء والقدر. وعكس هذا الأثر الأثر الثالث، وهو أنه يمنع البطر والغرور حينما يصيب الإنسان خير وصحة وغنى، فينسب ذلك إلى ربه تبارك وتعالى. إذا أصابه الخير، إذا أصابه ما أنعم الله عليه به من جاه أو مال أو ولد أو نحو ذلك، ما يأتي ويقول: لا، هذا من عندي، إنما أوتيته من عندي، وإنما ينسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي قدر، هو الذي اختار أن يجعلك غنيا وغيرك فقيرا، ولو شاء لعكس الأمر. لو شاء أيها الغني، يا من تملك الملايين وتأبى أن تعطي الفقير شيئا من المال، لو شاء الله لجعلك في مكانه وجعله في مكانك. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر لك هذا، وهو الذي أنعم بك عليك، فعليك أن تشكر نعمة الله عليه. فإذا آمنت بالقضاء والقدر كان ذلك سببا في أن تنسب الفضل إلى من أفضل به، وهو الله سبحانه وتعالى. الأثر الرابع، أن الإنسان إذا ما أصابته في هذه الدنيا مصائب متنوعة فإنه لا يحزن، وإنما يؤمن ويوقن أنها من قضاء الله وقدره.
قل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا هو مولانا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا قال إبراهيم الحربي كلمة مهمة جدا مهمة جدا، يقول رحمه الله تعالى: من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه. جزى الله الشيخ عبد الرحمن المحمود على هذه الكلمات الطيبة، وإلى اللقاء إن شاء الله مع الشريط التالي من هذه الدروس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات اللجنة الثقافية بالكلية المتوسطة وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 9752.